سي المدير، نشكرك على الاستقبال تاع اليوم رغم الانشغالات الكثيره هنا في المكتب تاعك. نشكرك على هذه الاستضافه الطيبه اليوم. بدايه اول سؤال، بغينا ننور الجمهور الوهراني والجمهور الجزائري بالسيد السيد سيافي مدير شبيبه الوهراني لدوله وهران، بغينا نعرفوا لمحه قصيره على مشوارك المهني. شكرا. اولا قبل كل شيء مرحبا بكم، هذا واجب. فيما يخص السيد سيافي ياسيني هو مدير شباب الرياضه لولايه وهران، جديد على ولايه وهران ولكن قادم في القطاع، لانه المسار المهني تاعي نقول يعني عندي باع طويل في هذا القطاع، انا ابن هذا القطاع قبل ما ننتمي اليه كموظف، لاني كنت رياضي سابق. انا توليت يعني حصل لي شرف اني توليت تسيير ولايات على مستوى القطاع الوطني، اخرها كانت ولايه قسنطينة لمده تقريبا 4 سنوات. اليوم انا سيافي ياسين راه مستشار رئيسي في الرياضه. اليوم انا جيت الوهران يعني باه نخدموا هذه الولايه العريقه، هذه الولايه الرياضيه بامتياز، هذه الولايه اللي هي مقبله على تحديات كبيره خاصه العاب الابر البحر الابيض المتوسط. حنا ان شاء الله يعني الخبره تاعنا هذه كامله سواء كرياضيين ولا كمسيرين راح تكون في خدمه هذه الولايه وخدمه الرياضه الجزائريه. جائحة كورونا اللي عطلت الكثير من الاوضاع، يعني يجب لنا الاشاره يعني تضافر الجهود والعلاقه التكامليه ما بين القطاعات، وكذلك يعني لامبليكاسيون دي موفمون اسوسياتيف تاعنا تاع وهران اللي كان عنده عمل جد جيد يعني ممتاز على مستوى يعني التدخل نتاعو، لانه كان تدخل مباشر يعني ربما يعني بارفور مثاليا نقول تاع تلاحم وتتكفل بهذه الامور. يعني احنا كقطاع حاولنا قدر المستطاع ان كناليز وكذلك نوجه هذه العمليات باه تقيس اكبر عدد ممكن. يعني ما يخفاكمش انه كانت بعض العمليات اللي نعتبرها عمليات نوعيه خاصه على مستوى مناطق الظل، اللي يعني وفرنا بعض الوسائل اللي راح تكون تساهم ولو بجزء بسيط فيما يخص يعني هذه المعاناه فيما يخص هذه الجائحه. كذلك كان عندنا برنامج ربما يعتبر برنامج نوعي كذلك وهو ممتاز جدا، وهو الولوج انما يعني بعد ما تم رفع الحجر الجزئي خاصه على استغلال الشواطئ كانت عندنا عمليه نوعيه على مستوى الشواطئ اللي تعرف اقبال كبير، وهو عن طريق كيفاش نقولوا حنايا انا في دي بوان وين لي بوان داكسي لي جون بابات خصنا على مستوى الاجراءات الوقائيه. الاجراءات الوقائيه وهذه كانت عن طريق الحركه الجماعويه، وهي مشكوره ونغتنم هذه السامحه، حابه نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذه العمليه. وما يخفاكش انه حتى بعض المؤسسات تاعنا القطاعيه اصبحت ورشات اللي داروا فيها خدموا فيها دي بابات وتم توزيعها بالمجان على مستوى يعني بعض القطاعات، مثل القطاع الصحة اللي استفاد من عمليات نوعية القطاع شبه الرياضة من ناحية التعقيم وتوفير بعض الوسائل. أنا نظن يعني باللي راهو القطاع نقول أدى واجبه مثل كل القطاعات، ومن هذا المنبر كذلك نحيي مرة أخرى كل من ساهم من قريب ومن بعيد في توفير الشروط يعني وتوفير الوسائل اللي خلتنا أن نكونوا حاضرين نسبيين في هذه الجائحة. اللي هو الألعاب البحر الأبيض المتوسط، ألا ترى أن قرار التأجيل خدم وهران؟ هو بالنسبة وهذا قرار التأجيل يعني بكل صراحة خدمنا يعني حتى يعني نروحوا كما يقولوا لا بيرفيكسيونيل مان، باسكو هذا قد ما تخلف قد ما احنا نكونوا راح نكون يعني تعطينا فرصة أخرى اللي نعالجوا بعض النقائص ونعالجوا بعض الاختلالات. وانا نظن باللي يعني اليوم يعني ما يخفاكمش لي جو ميديتراني راهي عملية كبيرة تتطلب مجهودات كبيرة، تتطلب إمكانيات كبيرة، تتطلب تضافر جهود، تضافر سي المدير التضرر عشب ملعب بالقايد الاولمبي اثار ضجه واسعه خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تلقيتم هذا الخبر؟ يعني هو شوف يعني الانسان في المحيط هذا دائما يبقى ملائم، دونك حنا بارفوا تجي بعض المعطيات اللي تكون خارجه عن النطاق واللي تاثر عليه بصفه مباشره، سي كيما سي ناتور هيومان، دونك انت تهزم تطفل ولدك صغير ما يكونش لابس لباس اللازم في نهار ممطر سي نورمال يمرض، سي هذا هو. دونك انا يظهر لي مام حتى السيد المكلف بعمليه الانجاز راهو يعني دار ان ديكلاراسيون الى راسيو لي جون ونظر للشيء اللي التزم به راهو نشوفه فيه ميداني، لانه عاود الاختلال يعاود يرجع. انا هذا يخلينا دائما نفكر ان دائما اون سوا بلو بريسي في الانترفونسيون تاعنا، اون سوا بلو بريسي بلو بوينتو كيما يقولوا فيما يخص تدخل تاع كل انسان، لانه هذا العشب راهو هذا الكلور لو تو دو كلور اللي يكون زايد وكذا، دونك يفو بروندر اون كونسيديراسيون ما شاء الله هذا يدخل في الخبره تاع التكوين تاع الموظفين ويدخل في الخبره اللي لازم تكتسب من طرف الناس اللي راح يسيروها مستوى جاي، لانه ما يخفاكمش نزيد نعاود نقول مره اخرى انه لو غازو هذايا لحد الان راه مازال تحت مسؤوليه الشركه وحنا نتابعوا فيها بطريقه يعني قريبه
فيما يخص كل تطورات الحاصله، وهذا كل شيء مسجل. وما يخفاكمش كذلك ان علاقه كبيره وتكامليه ما بين القطاعات، لان مسؤوليه الانجاز راهي على عاتق مدير التجهيزات العموميه اللي قائمه بواجب كبير فيما يخص الانجاز والمتابعه الميدانيه. وكان اطارات سنتافي تتم سو بلاس نو سوم اون تران دو سويفر لو ديتاي دو ديتاي. حنا ان شاء الله هذا العشب لازم على الاخر في النهايه تاع المسار، في نهاية المسار تاع الإنجاز نتاعو يكون عندنا عشب يستجيب لكل المواصفات التقنية والأمنية المطلوبة إن شاء الله. هل تعتقد أن منشآت وهران الرياضية أصبحت جاهزة؟ هو شوف أنا ما يخفاكش باللي بالنسبة للمنشآت، يعني المنشآت الرياضية هنا كاين شقين، كاين شق الإنجاز اللي هو على عاتق مدير التجهيزات العمومية اللي قاعدين يقوموا بواجب كبير ويتعلق فيما يخص الستاد 40 بلس لي سيركي كومبليمونتير اللي هما الكومبلكس نوتي بلس لا سالونيس، وعندك هذاك لو فيلاج ميديترانيان اللي راح يكون يعني مكان الإيواء. فيما يخص يعني قطاع شباب الرياضة عنده المكلف ب على غير البالي دو محمد بوتليديس لو شون دو تير لو سونتر ايكست. دونك هذه ما احنا بالنسبة لنا هذه العمل العملية راهي ماشية بوتيرة متسارعة وإن شاء الله نكونوا حاضرين في الوقت المناسب إن شاء الله. هي هذه العمليات هي عملية نوعية، أنا نجم نقول باللي وهران يعني في الخاتمة تاع هذا الشيء راح تكون يعني قطب رياضي بامتياز على المستوى الوطني، وتكون عندها مرافق، لأنه هذه المرافق لازم ألوبي يعني كايد شارج وتكون تستجيب للمواصفات الأمنية والتقنية، وخاصة من الناحية الوظيفية احنا نصروا على هذا الشيء فتكون يعني في حالة وظيفية بامتياز إن شاء الله. يعني بشوية وقت شوية صبر وهران راح تكون قطب رياضي بامتياز. متفائل بتنظيم ناجح في وهران ان شاء الله؟ ما عندناش الحق ان ما نتفائلوش، وما عندناش الحق ان نخليو ان ديتا يخرج لنا خارج ان شاء الله. احنا بالنسبه لنا ناخذ كل الامور بجديه كبيره، ما يخفاكش باللي حتى الدوله الجزائريه مجهودها من الجانب المادي بتوفير السيوله الماليه لانبر المسؤول الاول تقنيا لو كوجم هذا اللي هو اليوم على يترقص ابن ولايه وهران اللي هو سامي ايلاس البطل العالمي. هذا راهي مجموعه من الكفاءات الشبانيه اللي قاعده تخدم وقاعده تعمل تقوم بعمل جبار فيما يخص الجانب التقني، وكذلك حتى فيما يخص اقتناء الوسائل التقنيه لهذا التظاهر. دونك يعني ان شاء الله يعني الامور يعني من ناحيه هذه ان شاء الله ما تبعدش على القلق، ولكن نبقاو دائما احنا حذرين فيما يخص يعني التعامل مع الموضوع، لانه سمعه الجزائر في المزاد. وحنا بلا بينا هذه وهران تكون جوهره البحر الابيض الجديده. حنا اليوم وصلنا يعني في مرحله وين الجزائر لازم تستعيد البريق نتاعها على مستوى التنظيم تاع المنافسات ذات الطابع الدولي والمنافسات الكبيره. علمنا ان هناك اجتماعات دوريه بينكم وبين اللجنه المنظمه للالعاب بالكوجم بقياده سليم ايلاس، ماذا يحدث في هذه الاجتماعات بالضبط؟ هذه اجتماعات تنسيقيه على كل حال، ماهيش هذه اجتماعات تنسيقيه حتى تكون عندنا اتجاه واحد وتكون توحيد الرؤى، خاصه انه الاهداف نتاعنا لازم تكون اهداف يعني نقول اهداف يعني متفق عليها مسبقا اللي ما يخفاكش، لانهم هم عندهم ان فولي اللي راهم معنيين به ومسؤولين عليه هو لو كوتي ايكيبمون تكنيك. دونك حتى التوفير تاع المرفق لازم يكون توفير مسبقا اللي راح يقبل هذه الوسائل. دونك هذا الشيء يرجعنا احنا لازم يكون عندنا تنسيق تام. ما يخفاكش باللي حتى لو كوجم يعني سي لو كوميتي دو دورغانيزاسيون اللي بريزيدي بار لو مينيست دو لا سبور اللي هو يتابع في كل يعني تطور وفي كل تغير موجود على مستوى المسار الانجاز ولا حتى التصور. كذلك السيد والي الولايه اللي هو عاطي عنايه خاصه للالعاب عبر البحر الابيض المتوسط، ويعني كان متابعه دقيقه لكل ما يجرى على مستوى كل المرافق وكل العمليات المسجله واللي ان شاء الله هي مبرمجه للانجاز ان شاء الله. هنا رجل حديث عن فريق مدينه وهران، الفريق الواجهه للمدينه، انصار الحمراوي يطالبون الدي جي اس في عده مرات بضروره التدخل من اجل ضمان شركه وطنيه تسهيل الفريق، كيف تعلقون على هذا الامر؟ هو شوف يعني هو بالنسبه لنا احنا ابوابنا كانت دائما مفتوحه وتبقى دائما مفتوحه لاي طلب كان، خاصه لابناء الحمراء وهذا النادي العريق اللي يعتبر يعني نقول باللي هو من القاطره الاولى تاع الحركه الوطنيه الرياضيه. احنا الساده المحترمين المناصرين تاع الفريق يعني جاو اتصلوا عندنا واستقبلناهم وقدموا لي رساله رسميه الى السيد معالي وزير الشباب والرياضه طلبوا مني. وكان نعاود نذكركم مره اخرى انه الزياره الاخيره لمعالي وزير الشباب والرياضه يعني وين الى فين ديكلاراسيون بعد ما الى ايتي سادير جو ديري انتربولي بار ان سيبورتور، وين تكلم معاه بكل اريحيه وهذه نعتبروها تقارب الطريق. قال احنا بالنسبه لنا ما نسدوش الفريق هذا، والفريق هذا رانا نبقاو نعاونوه، ولكن كاين ادوار تلعب.
المساهمين عندهم دور، وقال استعمل كلمة إصلاح ذات البيت، وقال كذلك فيما يخص المناصرين عندهم دور والدولة عندها دور، احنا والله ما نتخلوا عليهم. والنهار اللي راهو كان مجهود كبير اللي قاعد بودل وما زال يبذل وسيبذل لأجل الوصول يعني إلى المراد، إلى المراد. ولكن يا صديقي يعني لازم نوفر الظروف الملائمة ونوفر المحيط اللائم حتى إن شاء الله يكون الحضور تاع الشركة الوطنية إذا كان أمكن إن شاء الله. هل هناك تفاؤل بهذا الأمر؟ نحن دائما متفائلين لأننا دائما نبقاو نعملوا، مش غير نتفائلوا، نعملوا للوصول لهذا المبتغى. هذا العمل راهو عمل يعني متابر، الفريق ما نقدروش نخليوها وحده، احنا نساهموا بقدر المستطاع. ما يخفاكش باللي هذا راهو فريق محترف يمشي بسجل تجاري، احنا الدور نتاعنا المرافقه ونديروه بلا مزيه. وحاجه اللي نقدروا نديروها اكثر نديروها انديه كره لي شهران، انديه كره لي شهران كاين فريق عنده بوفق اسم ممتاز، كاين ترجي ارزيو وفريق مولوديه واتليلات، فريقين يعانيان كثيرا من الناحيه الماديه. في العديد من المرات في التصريحات الصحفيه دائما يطالبون بالاعانات الماديه، الاعانات الماديه، كيف تعلقون على هذا الامر خاصه وان فريقين يمثلين وهران، في حين ان مولوديه وهران تنتظر قرار الصعود لقسم ممتاز. ان شاء الله يعني كره اليد ما يخفاكش يعني كانت تقاليد كبيره على مستوى ولايه وهران، ومن بين التقاليد المعترف بها يعني على المستوى الوطني انه وهران مدرسه كبيره في كره اليد. حقيقه يعني ربما يعني كان بعض الاختلالات ولا بعض النقائص فيما يخص الاعتمادات الماليه، احنا كقطاعين الدور تاعنا نلعبوه يعني بكل الدور تاعنا هنا فيما يخص هذه الاعانات نلعبوا الدور على حسب الامكانيات المتاحه، وحنا ما نبيعوش الاوهام للناس، ما نبيعوش الاوهام للناس. قال نديروا ما يخفاكمش باللي الاعانه تبقى اعانه، سي با ان بيدجي. دونك كاين مجهود اخر اضافي من طرف جهات اخرى اللي ما تكون عندي مساهمه. فيما يخص النادي تاع ارزو اللي تكلمت عليه اللي هو نادي يعني يقدم في خدمات جليله لكره اليد، لانه عنده في الاونه الاخيره عنده ان لم تخن الذاكره عنده ربع كاتجون كونفوكي ليكيب ناسيونال، وراح يحضر البطوله العربيه الانديه على مستوى ارزو. ما فرق وكيلات عنده ثلاث لاعبين في نعم صف الاوسط، ما فرق وكيلات عنده ثلاث لاعبين. جاي بديت بارزو، وارزو اون برانسيب استقبلت الرئيس نتاعها مرتين على اساس نحضروا حسب الامكانيات المتاحه والتصور كيفاش راح تكون هذه البطوله العربيه، وكنا شجعناه وعاونناه وقلنا له ودي اوني لا. ما فيما يخص الاعانه الماليه حسب الامكانيات المتاحه وصورة ان سوتيان للهوندبال ولا اي ديسيبلين. احنا ما عندناش هذه لا ديسيبلين ديال الفوتبول والهوندبال، انا جو في دي جي اس، جو في با ديريكتور دو فوتبول ني دو هوندبال. احنا نعاون الناس الكل لانه وهران كبيره وفيها حركه جمعويه قويه وعندها تمثيل على المستوى الوطني وكذلك تمثيل على المستوى الدولي. كي جبدنا المستوى الدولي ما يخفاكش باللي عندنا ناس اللي راح يروحوا لي جوز اولمبيك كي سون كاليفي لي جوز اولمبيك 2021 بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه راح يكون عندهم تمثيل قوي، هما ولفونا بالنتائج خاصه انه في العنصر النسبي عندنا جوج بنات اللي راحوا يلعبوا فوت باسكت في فوت كاليفي 2021. وهذا يخلينا لازم الناس هادو موش غير الهوندبال نرافقوا اي انسان اللي احنا نقولوا دعم عليه للتميز يمثل ولايته ويمثل الجزائر بالدرجه الاولى. كيف ترى واقع الجمعيات الرياضيه في وهران؟ الجمعيات ما يخفاكش باللي احنا كقطاع يعني من الناحيه العدديه عدد هائل للحركه الجمعويه. فيما يخص الحركه الرياضيه نظن باللي الحركه الرياضيه تاع وهران مشهود لها انها يعني تمد نخبه على كل المستويات وفي كل الرياضات، من الجودو، الجودو اللي عنده يعني اصبح يعني الله يبارك يعني عنده تمثيل على المستوى الوطني هايل، كذلك يعني السباحه، كذلك كره القدم، كره اليد، لو فولي، لو باسكيت، ميم لو باسكيت سور فوتوي، ميم اون اتليتيسم. دونك يعني هذا يعني زخم كبير. الله يبارك. يعني ومش بالسهل انه يعني نوفقوا باش نعطيوا الناس الكل يعني نكونوا على حسب الامكانيات المطلوبه. دونك هذا يجرني انه الحركه الجمعويه لازمها تلعب دور اخر، هو يفوشاشي دوتر سورس دو فينونسمون. هذا يعني كما يقول لك هذا معروف في القانون ومعروف هذا المشهود الاضافي. حنا كقطاع نبقاو دائما نرافق ونحبد ان نزيد الرافق والتميز. الناس اللي تمد النتائج هذه كي نعطيوها اكثر عنايه ونكونوا مع مرافقين اكثر فاكثر، ولكن دون ان ننسى انه عامل التكوين نعطيوها نقول عنايه خاصه، لانه التكوين على ما يخفاكش باللي في السبور ليليتي بيراميدال. سي اون بيراميد. قد ما تكون لاباس تاعك كبيره، قد ما يكون عندك ليلي تاعك حلو، احنا قدر المستطاع نرافقوا حسب الامكانيات المتاحه مره اخرى. فيما يخص كذلك الجانب الشباني، شباني يعني الحركه الشبانيه. كذلك حتى هي حركه قويه
المرافق على مستوى ولايه وهران نقول مازلنا ما وصلناش للاكتفاء لكل المناطق، خاصه لانه كان اختلالات في بعض المناطق هي اللي اصبح اللي نسميوها مناطق الظل عندها نقص كبير. نحاول نتدارك هذا الشيء عن طريق يعني الشيء اللي نقدر مما توفر لدينا. الحركه راهي قويه من ناحيه يعني ليزيدين تاعها، من ناحيه يعني الابتكار، من ناحيه يجيب لك يعني مشاريع ممتازه. كما كنا نتكلموا قبيل هضرنا الحركه الجمعويه، قلت لك انا الناس اللي درنا ان بوينت اكسي على لي بلاج اللي هما قاموا بواجب كبير يعني، وبرغم انه يعني ربما الحركه الجمعويه ماهيش متكونه خصيصا في الجانب الطبي، ولكن يعني هذاك الحماس وهذاك الدافع خداو احتياطات نتاعهم كما ينبغي وقدموا الخدمه العموميه الممتازه المطلوبه لكل الناس. يعني تعرف بلي الحركه الجمعويه فيها متفتحه ماهيش مغلوقه يدوروا ويبقى تم نو، هذا كي تحتاجوا تعيط له تلقاه يقيم، خاصه في هذا في هذا في هذا الظرف الصعيب. كيف ترى المرافقه الاعلاميه للحركه الجمعويه والرياضه بصفه عامه في وهران؟ المرافقه الاعلاميه انا اعلاميه خلي يكون معك صريح، ربما اكثر من اللازم تكون معك صريح، لان المرافقه الاعلاميه تكون مرافقه هادفه، تكون مرافقه اللي عندها هدف. يعني فوبا نعلموا الانسان باه نعلموه فقط بكل معلومه. هي يعني الحركه ناشطين كثير دقيقين في الاسئله، وهذا الشيء يعني يبعث الافتخار والاعتزاز، ولكن نظن انه يعني لازم المرافقه تكون مرافقه هادفه ان شاء الله. عطينا كلمة أخيرة باش نختموا هذا الحوار. نشكركم كثير على ما نقولش أنا اللي استضفتكم، أنتم اللي استضفتوني عن طريق فيقولوا بوتر الشريف. عن طريق قناتكم على جريدتكم ولا قناتكم المحترمة. نتمنى ما تكونش يعني الفرصة الأخيرة، أنا بابي تبقى دائما مفتوحة لكم، وربما نطلب منكم السماح مرة أخيرة لأنه أنا من طبعي صريح. أنا نحب الصراحة. أنا صريح جدا، وزيد نقول مرة أخرى أهلا وسهلا مرحبا بكم في كل معلومات، تفضلوا ما تحتمش. أنا جد مسرور بالحضور تاعكم، خاصة هذه أنتم أعضاء جريدة بولا، لأتشرف أن يكون أنا ضيف تاعها وليس أنتم اللي تكونوا ضيف تاعي. يعني هذه الجريدة الفتية اللي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح، هذه الجريدة اللي تهتم يعني بشيء اللي أصبح اليوم متنفس الشباب. نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى لكم كذلك صحة جيدة.